التجربة الثانية أراد معرفة الارتفاع H لمسكن، فقام بقذف الجسم S ذي الكتلة M أفقيا بسرعة ابتدائية V صفر حتى يرتطم الجسم بسطح الأرض عند الموضع D. ثم أعطي لنا هنا بيان تغيرات الطاقة الحركية بدلالة الزمان. أول سؤال، درس طبيعة حركة مركز عطلة الجسم S على كل محور، هنا طبعا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. مجموع القوى الخارجية يساوي إلى MA، هنا بإهمال دافعة أرخميدس والاحتكاك القوة الواحدة هي P. إذن P تساوي إلى MA، ونحن نعلم أن P يساوي MG، يختزل M مع M تولي عندنا A تسارع يساوي إلى G، ودائما نروح ونمثل G هنا بهذا الشكل. ثم طبيعة الحركة طلبت وفق المحورين وفق OX، AX يساوي ماذا؟ نشوف G تاعي عمودي على OX، إذن AX يساوي إلى الصفر، فطبيعة الحركة حركة مستقيمة منتظمة على هذا المحور. الآن وفق المحور OY كما تلاحظون G موجه نحو الأسفل والمحور OY نحو الأعلى، إذن AY يساوي إلى متعاكسين في الاتجاه موان G. إذن بما أن AY ثابت وسالب، إذن حركة الجسم وفق OY متباطئة بانتظام. هنا بالنسبة لي اي جراك يساوي موان جي، الان لو كان المحور تاعكم موجه نحو الاسفل، يعني ها هو او وها هو اي جراك، ثم القذيفة بهذا الشكل هكذا، يعني هنا جي دائما نمثله بهذه الطريقة، هنا معناه هما في نفس الاتجاه، اذا اي جراك ايجال جي، لدينا عدة حالات أنتم يجب أن تنتبهوا لكل حالة. ثم ثانيا نستنتج معادلة المسار إجراك إيجال F دو إكس، طبعا كما تعرفون معادلة المسار يجب أولا أن أكتب إكس وأكتب إجراك وأجد العلاقة بينهما. الآن إكس ماذا يساوي؟ دونك نبدأ على المحور أو إكس، لدينا A إكس يساوي إلى الصفر، ثم لإيجاد X نجد VX أولا، VX تساوي إلى ماذا؟ تساوي إلى كالعادة V0X، لكن هنا V0X ماذا تساوي؟ لكن لاحظوا هنا لما كان لدينا سرعة القذف بزاوية معينة، ها هي V0، كنا نمثل V0 كما في التمرين السابق بهذا الشكل، بما أنها مائلة معناه تشكل زاوية مع المستوى الأفقي. الآن هذا الشعاع المائل يحلل إلى مركبتين هكذا، نحلله إلى مركبتين بهذا الشكل، ها هي ما كنا نسميه ب V0X، لاحظوا هي المركبة الأفقية. قارنوها مع هذه الحالة، هنا V0 هو فقط المركبة الأفقية ليس مائل، إذن هنا V0 يساوي إلى V0X عفوا يساوي ديريكتومون إلى V0. ثم الآن X ماذا يساوي؟ يساوي إلى تكامل السرعة، أي السرعة عدد ثابت، إذا نضربه في T زائد X صفر، هنا X صفر ها هي نقطة القذف وها هو مبدأ المحور أو X، دونك لا توجد فاصلة ابتدائية، X صفر يساوي صفر، إذا X دو T تساوي إلى V0 فوات T، ها هي. ننتقل الآن إلى المحور OY، لدينا AY يساوي إلى موان G هكذا، ثم VY كالعادة تكامل هذا ويساوي إلى هذا ثابت، إذا نضربه في T زائد القيمة الابتدائية V0Y. قلنا لما كان V0 هكذا مائل أو يصنع زاوية ألفا، كانت المركبة العمودية هي هذه V0Y. قلنا بما أن هذه حالة خاصة معناه
لا توجد المركبة العمودية، إذا هذا يساوي إلى الصفر مباشرة. في جريك يساوي إلى موان جي فوا تي زائد صفر، أو نكتفي بهذا. أن إجريك ماذا يساوي؟ يساوي إلى التكامل في إجريك، معناه أضرب في واحد على اثنين دير ناقص واحد على اثنين جي، في هذا ندير له مربع، يجب أن أشتق وأجد هذا، دونك دو سور دو موان جي تي سوا سوا. زائد إجريك صفار الارتفاع الابتدائي، ها هو مبدأ المعلم، ها هي نقطة القذف، إذا الارتفاع الابتدائي هو اش، زائد إجريك صفار الذي يساوي إلى اش. سأكمل كيف؟ طبعا معادلة المسار نستخرج تي من المعادلة الأولى هكذا، تي يساوي إلى إكس قسمة في صفر، نعوضه هنا، إجريك يساوي ناقص واحد على اثنين جي في تي مربع أي في إكس مربع قسمة في صفر مربع زائد اش. إجريك لإكس أو إجريك يساوي نفس الشيء، إجريك تساوي إلى ماذا؟ موان جي سور دو فوا في صفر مربع إكس كاري زائد اش. ها هي معادلة المسار في هذه الحالة. ثم الآن 3-1، بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة جسم S، أثبت العلاقة التالية EC دو تي ان سور دو ام في الكل في مربع زائد جي مربع تي مربع. هنا قيل بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة جسم S، نبدأ بتمثيل الحصيلة الطاقوية للجسم. تذكروا شوية الحصيلة الطاقوية جسم S، حصيلة طاقوية للجسم، والجسم يملك طاقة حركية طبعا لأنه يتحرك هكذا، وهنا يتحرك ينزل، إذا طاقته الحركية تزداد بدءا من قيمة معينة. لماذا؟ لأنه قذفت على السطح هذه العمارة ثم غادرتها، أي كانت في حركة، كان لديها طاقة حركية ابتدائية، وهذا ما يظهره البيان. ثم هنا قيل لنا EC دو تي، أي في لحظة معينة تي، هنا يكون لدينا EC تي، واللحظة تي هذه هي لحظة كيفية، لحظة معينة خلال الحركة، مثلا نقدر ندوها هذه اللحظة تي. ثم الآن أعمال القوى، طبعا الطاقة الحركية تزداد، الآن القوة الوحيدة المؤثرة هي P، والجسم لما ينزل فعمل القوة هو عمل محرك أو مساعد، نقول WP من هذه اللحظة حتى اللحظة T. الآن معادلة انحفاظ الطاقة، الطاقة الابتدائية S صفر زائد الطاقة المستقبلة WP يساوي إلى الطاقة النهائية المقدمة ما كانش S تي هكذا، ونحن المطلوب هو عبارة EC تي، سأكتبها على هذا الشكل، إذا EC دو تي يساوي ماذا؟ بيسكاني نشوف هنا واحد على اثنين أم، معناه سأكتب قانون EC زيرو، واحد على اثنين أم في زيرو مربع، زائد الآن WP يساوي أم في جي. الآن لاحظوا بالنسبة للارتفاع، الآن WP عند هذه النقطة من هنا حتى هنا، الآن الارتفاع هو الارتفاع الذي نزل به، دكور عمل الثقل من هنا حتى هنا، معناه MG في الارتفاع الذي نزل به أي هذا، وهذا كله يمثل ماذا؟ أريد أن أحسب هذا، إذن هو H ناقص هذا الذي أسميه إجريك عند اللحظة تي، ناقص إجريك تي هكذا. ثم نواصل، يساوي واحد على اثنين أم في صفر مربع زائد أم في جي، أفتح عارضة H. الآن إجريك تي هي عبارة إجريك التي وجدناها في المعادلات الزمنية، والتي تساوي إلى ماذا؟ تحت قوس ناقص واحد على اثنين في جي في تي مربع زائد اش، هي هذه.
إذا أغلق العارضة يساوي 1/2 أم في صفر مربع زائد أم في جي. أفتح كذلك العارضة أش ناقص، الآن ندخل الناقص وأنزع الأقواس، أي أش ناقص ناقص دونك يولي زائد 1/2 جي تي مربع ناقص زائد أش أي ناقص أش. لاحظوا ماذا سيحدث، أش مع أش هذا يروح، يبقى ماذا يساوي إلى 1/2 أم في صفر مربع زائد 1/2 هذا أم جي في جي أي جي مربع في تي مربع. ثم الآن سأكتبها على الشكل المطلوب، دونك 1/2 أم كعامل مشترك يبقى أسي عند اللحظة تي تساوي 1/2 أم، أفتح قوس هنا يبقى في صفر مربع زائد هنا يبقى جي مربع في تي مربع، وهي العلاقة المطلوبة، وطبقنا مبدأ انحفاظ الطاقة. الآن لو لم يطلب منا مبدأ انحفاظ الطاقة مباشرة السي تي، لو لم يقل باستعمال مبدأ انحفاظ الطاقة 1/2 أم في تي مربع، ثم 1/2 أم، الآن في تي مربع يساوي إلى في إكس مربع زائد في إيكغيك مربع، ثم في إكس وفي إيكغيك وجدناها سابقا، عوضوا وستجدون عبارة السي تي مباشرة، لكن لما يقال لي بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة هنا يجب أن تطبقوه الآن ولا ما عرفتوش، ولا ما عرفتوش ديروا له الطريقة اللي تعرفوها، ولا ما عرفتوش الطريقة المطلوبة ديروا له الطريقة المطلوبة، والله العظيم نقبلها في البكالوريا. ثم الآن 3/2 بالاعتماد على البيان أوجد قيمتي الكتلة أم والسرعة في صفر. هنا أعطي لنا بيان الطاقة الحركية بدلالة تي مربع. الآن لما يعطي لكم البيان عبارة عن مستقيم أعلموا أن الثوابت ستستنتج بطريقة المطابقة بين معادلة البيان وعبارة نظرية أخرى تعطى للبرهان أو تجدونها. إذا أول شيء نكتب معادلة البيان عبارة عن خط مستقيم يمر لا يمر من المبدأ، معادلته من الشكل أس تساوي إلى أت مربع زائد ب، حيث طبعا ب هي نقطة التقاطع مع محور التراتيب مباشرة تساوي إلى هنا 8.712 جول، 8.712 جول، وحساب الميل كما حسبناه في التجربة الأولى مباشرة ندي النقطة الأولى والنقطة الأخيرة يخرج لي الميل هكذا كما تلاحظون، 28 هذه تخص الطاقة الحركية النهائية ناقص الطاقة الحركية الابتدائية 0.712 هكذا على 2 ناقص 0، ونجد الميل يساوي إلى 10. إذا معادلة البيان هي سي دو تي يساوي إلى 10 تي مربع زائد 8.712، ها هي معادلة البيان. الآن نروح للمعادلة العلاقة النظرية التي وجدناها، أنشر وأكتبها على شكل معادلة البيان هكذا أس دو تي يساوي ماذا، هذا 1/2 أم في زيرو مربع زائد 1/2 أم جي مربع تي مربع. لاحظوا الآن ها هي معادلة العبارة النظرية عفوا، الآن ندير المطابقة حيث هذا تي مربع مع هذا، معناه كل هذا يساوي 10، بالمطابقة نجد 1/2 أم جي مربع يساوي إلى 10، هذه هي. هنا نجد أم، إذا أم جي مربع قسمة 2، اكتبه بشكل كي يظهر لكم، طلع هذا للبسط لكي يظهر لكم جيدا كيفية استخراج أم، إذا أم يساوي
هكذا 2 في 10 قسمة ج مربع، أي 2 في 10 قسمة 10 أس 2 أي 20 قسمة 100. إذن أم الكتلة هي 0.2 كيلوغرام، أي كتلة الجسم هي 200 جرام. ثم نجد الآن قيمة في صفر بالمطابقة دائما، هذا يساوي إلى هذا، أي 1/2 أم في صفر مربع يساوي إلى 8.712. إذن هنا أم صفر في صفر مربع قسمة 2 يساوي إلى طريقة أخرى فقط للكتابة، نطلعهم للبص لكي يظهر لي كيف أستخرج المقادير. دونك في صفر مربع يساوي إلى 2 في هذا قسمة أم، ليس أم صفر عفوا. إذا نجد في صفر مربع يساوي إلى 2 في 807.712 هكذا قسمة أم التي تساوي إلى مباشرة 0.2 كيلوغرام. نجد في صفر هنا تساوي لما نحسب طبعا جذر كل هذا وتساوي إلى 9.33 متر على الثانية. ها هي قيمة في صفر، وجدنا الثوابت. والسؤال الأخير يقول أحسب قيمة الارتفاع H. هنا بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، الآن هذه المرة بين النقطة A أو المبدأ دونك من نقطة القف أو نقطة مغادرة العمارة والنقطة دي. تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة من المعادلة، معادلة انحفاظ الطاقة السابقة تذكروا WP يساوي إلى EC عند اللحظة T. الآن T هذه اللحظة T هذه هي لحساب، الآن لما كانت اللحظة T الارتفاع كان هذا، باش يكون كل هذا الارتفاع H الآن اللحظة T هي T فينال، معناه هنا تولي أس فينال. إذن أس صفر زائد WP تساوي إلى أس فينال، هكذا سنجد الارتفاع H. نعوض أس صفر زائد WP هو MG، الآن من هذه النقطة إلى هذه النقطة لما دونك يسقط الجسم من هنا إلى هنا يكون قد نزل بارتفاع يساوي إلى H، في H يساوي إلى أس فينال. كما تلاحظون في البيان أعطيت قيمة أس صفر وأعطيت قيمة أس فينال، الآن سنجد H. H يساوي إلى أس فينال ناقص أس صفر قسمة MG يساوي إلى ماذا؟ دونك أس فينال تساوي إلى 28.712 ناقص 8.712 على M02 في 10، نجد H يساوي إلى 10 أمتار دي متر. إذن المسكن يرتفع عن سطح الأرض بعشرة أمتار، ما تلقوش برك 10 سنتيمتر لأنه مسكن. إذن وصلنا لنهاية حصة اليوم، موعدي معكم في البكالوريا التجريبي رقم 3. إلى حين تهلاو في رواحكم، وقلت لكم كولوا مليح، رقدوا شوية مليح، وقرأوا مليح. دونك إلى حصة قادمة إن شاء الله.